غير أن قوة الإرادة يعطيك العافية أستاذ طلال. أهلاً أهلاً سيد منير. أهلاً أهلاً. فعلاً أظهرت مقدرة تستحق عليها كل تقدير. ما تنسى فضل علا ومجهودها. طلال، نحن مش رح نقدر نتغدى معكم، رح نوصل لعندكم ناخد علا. ما اتفقنا الغدا عنا والعشاء عندكم مع الأهل؟ أستاذ طلال، حتى نبقى محتفظين بروابط الصداقة رح كون صريح معك. في وقت الكلام على كل أنت عارف أني قبلت أجل سفر علا لأسباب إنسانية. عودتني على مواقفك الإنسانية من يوم اللي أنقذتني من الغرق. موقفي من قضيتك مع باسل شبيه بموقفي من قضية علا معك. تقصد إنك تخلصها من السجن بالنسبة لل... بقصد إنه علا الموظفة انتهت مهمتها معك. علا بالنسبة إلي أهم من حياتي. بتأمل ما يصدق قولك حتى ما تخسر حياتك، لأنه علا بكرة مسافرة. سامعكن عم تحكوا. حتى ما نشوش على تفكيرك. كأنك عارفة بمين عم فكر. بعتقد أنا كمان عارف. فإذا استعد حتى ترافقني بكرة بالزيارة. بيسوى تروحوا بدونه؟ وفاء مني للإنسان اللي دلني على طريق النور، واجب علي ما انسى ذكراه ولا انسى اهله. عبد الله الله يرحمه، لو كان بعده عايش قديش كان فرح بنجاحك. ابن وليد بكره راجع من السفر. نبيل، انت بتعرف وليد عبد الله؟ ها، ولو في الدراسه. كريمه، نعم. بعد رح تسافري؟ الله راد بكره. لا، بدها تنتظر يومين حتى يطلع براسي. بيقدر ينتظرها،
انتظرت كتير، وإذا كان مشتاق إلها عنوانها معنا بيقدر يلحقها. مفروض تسافر وتشوف أخوها وترجع. أنت نسيت، أنا وعدت السيد منير نزوره المساء. لا لا لا، بدنا نأجل هالزيارة كم يوم. ليه؟ حتى يكون باسل معنا، مش هيك يا طلال؟ لا، حتى ترجع أولى من السفر. لا لا يا باسل، ما بيهرب غير المذنب والجبان. عم تطلب مني سلم نفسي للموت بدل ما تساعدني؟ الهرب دليل الاعتراف بالجرم، ولازم تعرف انه ما في حدا بيقدر يهرب من وجه العدالة مهما طال هربه. يا ريت لا خبرتك ولا طلبت منك مساعدة، كأنك عدوي مش خيي. اذا عم بطلب منك تسلم نفسك أكيد بكون عم بعمل لمصلحتك. مرة واحدة يكون واقعي وفكر باللي داقوا العذاب حتى شافونا شباب. مش رح ذكرك بالماضي، لكن بطلب منك تسلم نفسك وترحم أمك، ولك علي ضحي بحياتي في سبيل براءتك. إذا استسلمت بتكون الصدمة أخف على أبوك وأمك، لكن إذا هربت ما حدا غير الله بيعرف النتائج. لا تحاول تقنعني باسل، ارجع لضميرك واعطي نفسك فرصة. إذا قلت لك الأخيرة ما بكون عم بالغ. بيكفي، عرفت مدى محبتك، فتش عن غيري يكون سبب شهرتك يا حضرة المحامي. الله يسامحك، الله يسامحك. باسل، فكرتك رح تسمع مني وتكون الإنسان الجدير بالحياة اللي مستعد يواجه المصاعب بجرأة وشجاعة وشرف. فكر يا باسل، بإصرارك على الهرب عم تحكم على نفسك بالموت وعلى أمك وأبوك بالمصير المجهول. خلي العدالة تاخد مجراها، وإذا سمير عاش بتكون العقوبة أخف. تعلمون يا سيد الرئيس أن المتهم الماثل أمامكم ينتظر كلمة العدالة هو أخي، ولكن من يقف الآن أمام محكمتكم الكريمة ليدفع عن المتهم تهمة القتل عمدا هو قبل أي اعتبار آخر رجل قانون عليه أن يكبت عواطفه في قلبه، لأن طريق العدالة تمر عبر العقل، ومن يتنكر لهذه الحقيقة لا يستحق شرف الأمانة التي حملها ضميره منذ اللحظة التي أقسم فيها أن يكون خادما أمينا لجوهر العدالة ونصرة المظلوم. وانطلاقا من هذا المفهوم أقف هنا لأثبت لمحكمتكم الكريمة بالوقائع والأدلة أن هذا الإنسان هو بريء، وقد وقع ضحية حادث فرض عليه وعلى رفيق له من أعز أصدقائه. نعم أقول حادث،
لأن تسميته بالجريمة جريمة بحد ذاتها بحق الحق وكرامة الإنسان الذي يبقى بريئا حتى تثبت عليه التهمة. صحيح بدك تسافر؟ إذا تقدر تساعديني حتى ما تسافر لا تتأخر. طيب أبوك موافق؟ هو صاحب المشروع. يعني خالتي لبيبي، ما بخبى عليك لأني عشت معك كأني عايش مع أمي. إذا سفروني ما بعرف لأي مصير رح يودوني. أعلى لو كان عندي بنت ما كنت حبيت قد ما بحبك. ما تتركيهم يبعدوني هالطفل. وكان صوته نداء الحياة التي بدأت أعيشها عندما جمعنا القدر لنواجه المصير الواحد ونحن نصارع تيار النهر الهادر. وشاء الله أن ينقذنا على يد والد الحبيب. Thank you.
وبدل أن نغرق في عمق النهر خرجنا منه لنسبح على وجه الحياة، نتجاوز ما يواجهنا من صعوبات الحاضر من أجل بناء المستقبل. وعلى هالأساس بسألك، لو كنت أنت بوضعي كيف ممكن تواجه الموقف؟ طلال أنا معك بعقلي، لكن ما تخلصت نهائيا من أن يكون مع الوالد عاطفيا، مع علمي الأكيد أنه موقفي بيتناقض مع رغبة علا، لأنه بقدر ما أنت مستعد تواجه الموقف بتفهم بقدر ما هو صعب بالنسبة له. صدقني إذا انتهى اجتماعنا بنتيجة سلبية يمكن يكون بداية تحول خطير بحياتي. عندي حل معقول. الطبيب الإنساني بيعطي المريض العلاج الشافي. بما أني بعد ما صرت طبيب رح أوصف علاج مؤقت. المهم يوقف الألم. علا بتسافر. صدقني علاجك رفع درجة حرارة المريض. ما تركتني كمل. علا بتسافر لمدة، من جهة بترضي الوالد ومن جهة تانية بتكون فترة اختبار لعلا. كويس، أنا بوافق على الفكرة، شرط لا تكون علا مرغمة على السفر. في أسرار؟ مش عليك علا، طلال ما عنده مانع أنك تسافر. هيدا رأي طلال، أما رأيي أنا بيختلف. علا مش رح أتوقف عند موضوع السفر حتى أوصل للأهم، وبالتحديد موضوع زواجنا. بعد حديثي مع نبيل واستعراضنا الموقف بموضوعية وصراحة، بطلب منك تودع ثقتك بأخوك، لأني لمست عنده كل إمكانية لمساعدتك من خلال حرصه على مصلحتك واهتمامه بمستقبلي. أمن لك السعادة اللي بيتمناها كل أخ لأخته. الله معك. أهلين أبو السعد. وين طلال؟ اتركته مع أبو طلال عند كتب العدل. فإذا هلأ بتاخد له هالبرقية معك؟ إيه على راسي. جبت الجرايد؟ كلهم. هدي اسمعي، المحامي الكفيف وانتصار الحقيقة. هيك لهون، هيك هلا تتأخر عليه. يلا بسرعة. الله معك. برقية. الله معك. ألو، يسعد صباحك. وين طلال؟ قريتي الجرايد؟ نزل على المكتب؟ أبو السعد ما ترك جريدة بالبلد إلا ما اشتراها. خالتي لبيبي ضروري أحكي مع طلال. سبقت من الزيارة يا أستاذ طلال. بترجاك، طلال بيفتخر أنه يبقى تلميذك، كما أنه بيعتز بانتمائه لهالصرح الإنساني. أنت فخر للمعهد.
الله يرحم اللي كان السبب بوجود طلال معادكم يا أستاذ. تفضلوا. شوف شوف. صدقني أعمال المحسن عبد الله معنا كثيرة، فإكراما لروحه وبناء على طلبه كانت ورح تبقى سرية. أبو السعد. نعم تفضل. صحيح من خلف ما مات يا أستاذ، ابنه السيد وليد ما شاء الله متابع رسالة أبوه. حبيت يكون التعهد خطي حتى لا يرتبط مفعوله بعدد سنين حياتي. الله يطول بعمرك. وباقي التفاصيل مشروحة بالتعهد، وبتمنى تكون المنحة على الشكل التالي: جائزة عبد الله عبد الله للمكفوفين. أنا في عندي اقتراح بالنسبة للملاحظة الموجودة بآخر التفاصيل. تفضل. هو إنه تتوزع المنحة على أكثر من طالب محتاج وتحمل اسمك كمان. بالنسبة لتوزيع المنحة عندكم حرية التصرف، ولكن بتأمل إنه تبقى باسم عبد الله عبد الله. بارك الله فيك. والذي يزيد من إعجابنا وتقديرنا لهذا المحامي كونه وفيا، إذ أنه لا يترك فرصة تمر إلا ويذكر بالخير الإنسان الذي أوصله إلى هذه المكانة. ألو كريمة. أهلا علا، طمنيني. بعدك ناوية على السفر؟ طبعا. ليه؟ مش أفضل تنتظري حتى يفرجوا عن باسل؟ نصايحك القليلة علمتني إشي كتير، أهم أني صرت أعرف كيف أقبل وأمتى أرفض. خبرتك ساعدتني كتير يا علا. فإذا صار دورك تساعديني. ليه؟ جد شي جديد؟ أنا لحظة. نعم وصل طلال. طيب يلا. ألو كريمة، برجع بحكي معك بخاطرك. أهلا وسهلا. صباح الخير. وحدك؟ أبو السعد وصلني وراح. اتفضل ارتاح. امبارح وصلني برقية من السيد وليد عبد الله. في شيء مهم؟ تقريبا. طلال، ضرورة العمل تستوجب حضورك بأسرع وقت، وإلا تعرضت مصالحنا للضرر. بلغ زوجتي عن تأجيل عودتي وليد. وقررت تسافر؟ أيوه، لذلك جيت أسأل نبيل إذا وصل لنتيجة مع أبوه. مبارح لما رجعنا من عندك وضع الوالد ما شجعني أفتح الموضوع، واليوم نزل على المزرعة بكير، في وقت. بيقولوا خير البر عجله. بعلم مبارح تفهمنا على سفر علا. وعلا وافقت؟ على أساس اليوم نتفاهم مع الوالد. بفضل تبحثوا الموضوع وتعطوني جواب واضح بالقبول أو الرفض. وأنا من رأي طلال، تحملت كتير من كلام الناس، بكفي. برفض يكون هالمنطق أساس لتقرير موقفي. ولا أنا بقبل. على كل حال أنا. مرحبا. أهلا سيد منير. أعطيني عنك، ليش ما صحيتني؟ مشتاق للطبيعة. بكرة وعليك خير. رح حضر لكم صحن فويته. كيف الأستاذ طلال؟ الحمد لله. تفضل تفضل. شكرا. امتى راح يفرجوا عن باسل؟ اليوم بعرف. المهم ما عاد في شيء يشغل بالكم. بعد في شيء مهم. بالنسبة لباسل؟ لا، بالنسبة لطلال. امبارح صار في حديث بيني وبين طلال حول. مش أنسب نتابع الموضوع بحضور علا؟ علا بتوافق على اقتراح طلال؟ إذا حضرتك وافقت بتكون عطيتني فرصة شارك بتحمل مسؤولية قرار بيتعلق بحياتي ومستقبلي. ونبيل،
يبدو أنه علا اكتسبت كثير من منطق المحامين. الثقة اللي زرعها البابا بنفسي أهلتني لأكتسب من خبرة طلال مواجهة الحياة بواقعية وشجاعة. لأنه الزرع الطيب ما بينبت إلا بالأرض الخصبة. كنت عم تقول امبارح صار حديث بينك وبين طلال وحضرت علا قسم منه واتفقنا نتابع الحديث بوجوده. أنا بعترف مش قد الأستاذ طلال بالنقاش. بترجاك طلال المحامي بقي بالمكتب، واللي قاصدك بهاللحظة طلال الإنسان اللي أنقذت حياته من الغرق واللي بيحترمك احترام الابن لأبيه. سيد منير، أنا مسافر للخارج وبتأمل إنك تحدد موقفك من طلبي حتى أعرف كيف أتصرف. لوين مسافر؟ بمهمة عمل مع السيد وليد عبد الله. لبينما ترجع بكون وصلت لقرار قبل ما يسافر نبيل. قررت سفرك؟ أيوة، فورا بعد الإفراج عن باسل. بقي عندي ملاحقة تنفيذ قرار المحكمة وممكن بكرة انهي كل الإجراءات. إذن المفروض تعطي رأيك اليوم أو بكرة على أبعد حد. شكرا، أنا بتسمحوا لي. بتسمح لي رافقه؟ أكيد اليوم محتاج لي. لا تأخرت؟ المهم وصلتي. انشغل بالك؟ أنت قلتي. رحت على المكتبة اشتريت كتاب. أي كتاب؟ رمال بين الأصابع. عنوان جميل والمضمون أجمل. اسمع المقدمة. إلى التي زرعت الإيمان في قلبي وعلمتني كيف أحول البغض إلى حب والحقد إلى تسامح والكبرياء إلى تواضع والحاجة إلى قناعة والإلحاد إلى مزيد من الإيمان بالله عز وجل. إلى أمي. يا لبيبي أم طلال. خير إن شاء الله. خبر مهم جدا. احكيه شغلت بالي. قلت لي خبر مهم جدا. يا زلم احكيه. قولي الحمد لله. كل ساعة. يا ستي وزير العمل وافق على مشروع طلال بخصوص عمل المكفوفين بكل المجالات حسب اختصاصهم. مين خبرك؟ بلغنا القرار حتى نطبقوا عنا بالمصنع. طلال بده يطير من الفرح. يا حبيبي يا طلال.
ألو، مرحبا. طلال؟ لا، باسل. باسل؟ منين عم تحكي؟ عن بعد أمطار من الحرية. عرفت خالتي لبيبي إنك طلعت من السجن؟ أول مخابرة كانت مع أمي، وتاني مخابرة عم بحكي مع أختي. ألو؟ ألو؟ علا؟ ألو؟ أنت؟ ألو؟ ألو؟ ألو طلال؟ أيوة نبيل، باسل حب يحكي مع علا بعد الإفراج عنه. عم قول ليش بكيت؟ ممكن تحكي معي؟ لحظة، طلال، هني باسل عني. شكرا. احكي طلال. ألو؟ علا؟ يعني خلص رجعت لباسل حريته؟ لما تبلغ قرار الإفراج عنه كأنه ولد من جديد. ما تقدر قديش تمنيت تكون معك بهاللحظة. خبريني، جد شي؟ جلسة مستمرة. طيب طيب، برجع بحكي معك بعدين، مع السلامة. كريمة؟ أهلا، كنت عم بطلبك. جيت قلك إني مسافرة بكرة. باسل طلع من السجن. عرفت. اتصل فيكي؟ أمه خبرتني وهنيته. مش أفضل تتصلي وتهنيه بنفسك؟ كان علي واجب تجاهه عملته، كانت النهاية بيني وبينه. تقدري؟ وضعي بيختلف عن وضعك. لما استقبلني نبيل لاحظته مش مرتاح. في شي؟ طلال مسافر. مسافر؟ لوين؟ بمهمة للخارج، ويمكن تلتقوا على نفس الطيارة. ونبيل مش موافق؟ المهم أبو نبيل يوافق. ما قدر يقنع أبوه؟ بعد من وقت اللي كان طلال عنا وبعدني عايشة على أعصابي ناطرة النتيجة. وإذا بقي أبوك رافض؟ أحياناً زيادة الاهتمام عند الأهل بتوصل لنفس النتيجة اللي بيولدها أهمالهم لأولادهم. ما تخافي يا علا، اللي قدر يحرر باسل من سجنه بيقدر. على كل حال بكره ما في طياره، بدي سافر اليوم احسن ما اتاخر عن الجامعه. وقلت لك رايي، انت ابوها وتصرف. مرحبا باسل. أهلا باسل يا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا ماما. الله يسلمك. أهلا حبيبي. أهلا. أهلا أهلا. وانت يا روح أمك، ما بقي ولم حب إلا بعد بقى تزهوري. هنينا بنجاحك وبراءة باسل. يهنيكم السلامة يا أمي. يا حبيبي مبروك، ربحنا القضية. الله يبارك فيك. عندي فكرة. قول. هالزهور بيعملوا فرح والخواتم موجودين عندي،
وأنا وبيك لابسين وحاضرين وجاهزين، ما بدنا إلا نوصل ونجيب العروس. أبو سعد، الله يسعد أيامك يا أستاذ. جوازات السفر معك بالسيارة بتوصل على مكتب شركة الطيران، بتجيب بطاقتين إلي ولا باسل. حاضر. لوين؟ أنا مسافر وباسل بده يروح معي. وهلا يا طلال. باسل قول لأبو سعد ينتظر شوي. أبو سعد انتظر لحظة. بقول له يطلع؟ لا أنا نازل. لوين يا ابني أنت؟ بدي يروح على المكتب جهز ملفات السفر، وبمر بطريقي على بيت السيد وليد عبد الله. بروح معك. لا ما في لزوم، أبو سعد بيوصلني وبرجعني. باسل. نعم. قرب يا ابني لنشوف. قرب. يا ابني طلال ما خبرك شي عن علا؟ على فكرة ما فيش باقة ظهور من كريمة؟ أول باقتين وصلوا سوا من علا وكريمة. باسل، بدك تسألني عن طلال وعلا؟ بدي افهم ليه يا ابني لما سألته عن علا ما جاوبني؟ لأنه ناطر جواب السيد منير. هلا ومين مفكر حاله السيد منير يعني؟ نحن لو ما حبنا لعلا حكي ما بنحكي معه. يي علينا. أهلاً سيد منير. أهلين المطلوب. الله يهنيك. أهلين ابن حلال، بعدنا بذكرك الطيب. شكراً يا ست. أهلا وسهلا فيك. الحمد لله على السلامة. مبروك. الله يبارك بعمرك. شكراً. أهلين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضل. بسلامتكم. الله يسلمكم. أهلا وسهلا. أهنيكم. الله يسلمك. لو بيعرفوا إنه ظلام العين أرحم من ظلام القلب، كانوا بيعرفوا إنه نور العين محدود بينما نور القلب ما إله حدود. يا أنتوا اللي ما بتعرفوني أو رفضتوا تفهموني، أنا بنعمة الإيمان صرت شعلة إحساس، بشوفكم أفضل ما بتشوفوني، وبحبكم غير ما بتحبوني، والفرق بيني وبينكم كبير. وحتى نتلاقى لازم تعترفوا بقيمة الإنسان من خلال عطائه بالحياة، مش اللي عايش على هامش الحياة. بعرف الليل وما بعترف بالظلام، والشمس بحس بوهج الشمس طالما انت جنبي. ليش بعض الناس بيجهلوا قيمة الإحساس؟ ليش بيهربوا من النور وبعيشوا بالعتم؟ الإحساس مصدر القلب، واللي قلوبهم مظلمة بيفقدوا نعمة النور الحقيقي. شي طبيعي إنه الأب ياخد هالموقف، لكن مش لهالدرجة من التصلب. صدقني بحياتي ما مريت بأزمة نفسية مثل هالمرحلة، موقف دقيق كتير ومش عارف كيف أتصرف. أنا رأيي لو تأجل سفرك شوي. مش ممكن. أخوها ما أخذ موقف؟ نبيل شاب مثقف وما بعتقد يكون سلمي. أنا تصوري للوضع فيما لو أصر أبوها على موقفه راح تكون مأساة بالنسبة لعلا. وبالنسبة إلي صدمة كبيرة كتير بصراحة. أنت الوحيد اللي صرحته بحقيقة مشاعري، وباختصار إذا خسرت علا يعني خسرت الأمل بالحياة. شي مؤسف إنه يكون في ناس بتجاهلوا الإنسان وبحكموا على أهمية وجوده بمقياس المظاهر. أعذرني لأني أقحمتك بأمر شخصي، ولكن اللي دفعني احترامي ومحبتي إلك وحاجتي لإنسان يكون عايش إحساسي يفهمني إذا حكيت له. تفضل. الله معك حضرة المدير. أهلاً أبو السعد. أستاذ خلصت كل شيء. طيب
يا باسل، باسل دخل ياخد حمام. لبيبي، مش أفضل ما نخبر طلال عن جواب منير؟ شو بعرفنا؟ كأنه مكتوب لطلال ما يرتاح. لاحظتي إنه نبيل مزعوج من موقف أبوه؟ ما حدا مزعوج قد علا. طلال، لو وصلت قبل 5 دقائق بس يا بني. ليش؟ كان منير ونبيل هون. أبو السعد. نعم أستاذ. إذا بدك تروح لا تغيب أكثر من ساعة لأني يمكن أحتاجك. حاضر. قولي، قررت السفر يا بني؟ إيه نعم، حجزت طيارة بكرة. يا أم طلال، أكيد زيارة السيد منير ونبيل كانت لتهنئة باسل، ها؟ نسيت بارك لك يا بني. الله لا يحرمني منكم، لأنه دعاكم مصدر نجاحي وسعادتي. عرفت إنه وافق على مشروعك منير؟ الوزير. أيوه عرفت يا ابني. بصراحة منير مصر يسفر علا مع أخوه. ممكن تساعدوني شوي حتى أجهز أغراض السفر؟ شكري ربك انه عندك اهل سهرانين على راحتك. ما عندي شك بصدق عاطفتك. لكن اصراري على اختيار طريق مستقبلي بيرجع لكوني وحدي بالمستقبل. رح اتحمل النتائج من هالاختيار. هلا سافري، لما بترجع من السفر بنبقى بنحكي. سبق وقلت لك اني بخاف من الطيارة. من هالناحية بترجاك ما ترغمها على السفر. وطالما زواج علا وطلال ما عاد وارد، ان سافرت او بقيت معك نفس الشيء. ومين بيضمن هالكلام يا نبيل؟ انا مش قادر راقب كل تصرفاتها. علا مش بحاجة لمراقبة. نبيل، اخر سفرك يوم اذا كنت بتحبني. ليش؟ قررت اتزوج الدكتور عماد. مش رح اخر سفر يوم، رح الغي سفري بالمره وابقى جنبك. مش لاني ضد عماد ومع طلال، انما حتى امنعك تتزوجي زواج انتحاري. شفت يا نبيل؟ شفت انه معي حق؟ اسمح لي احكي بصراحه. تفضل. حضرتك وانا معنا جزء من الحق، وعلا معها كل الحق. والحل مقابل احترامها الكامل لرغبتك وتقديراً منا لتصرفها الأخلاقي وطاعتها، مش لازم نرغمها على عمل حتى ولا على السفر. أنا بتمنى تبقى جنبي لكن برضاها، أما الزواج بالنتيجة هي المسؤولة. استاذ بسبقك على السيارة. لحظة، يلا يا جماعة تأخرنا. طيب وأنا اللي حرمت نفسي من كل حق في الحياة.
حتى ابقى جنبك واسهر على راحتك. انا عم نفذ رغبتك. انت بدك تسفرها وانت بدك تبقى جنبك وانت عارف العلاج. قرر نبيل. يا طلال. ها؟ امك وابوك صاروا بالسيارة. برأيي بدل ما تنتظر من علا تتصل فيك اتصل فيها انت. أفضل أفضل، لكن اتصل أنت بحجة توديعها. كمان فكرة. جاوب بسرعة جاوب. أيوة أهلا أهلا. كنت طالع رجعت عن الباب. أيوة طلال. لا منتظرني بالسيارة. أيوة صحيح. طيب طيب شكرا على السلامة. مين؟ مبروك انتهى كل شيء. وانا ما فهمت شيء. إذا فقد الإنسان إحدى حواسه مش معنى ذلك أنه فقد مبرر وجوده. قيمة الإنسان مش بظاهر الشكل بل بما وهبه الله سبحانه وتعالى من طاقات وقدرات تجعل واجه المصاعب وكأنها حبات رمل بين الأصابع تزعج اليد ولا تمنعها من الحركة والعمل.